السلام عليكم متابعينا الكرام، إليكم فنانين ألحدوا وتركوا دين الإسلام وتطاولوا على القرآن والسنة. الفنانة بسمة الكويتية. بسمة هي مغنية أصلها من العراق وولدت في الكويت، اسمها الحقيقي ابتسام الحميد. بسمة أثارت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عبر موقعها الخاص على الانستجرام تخليها عن الدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية. قالت: أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية. بسمة هي من مواليد 1975 وتبلغ من العمر الآن 49 سنة. المذيع الكويتي محمد المؤمن ترك الدين الإسلامي ليعتنق الدين المسيحي، واعتبر موقفه صادم للعديد من متابعيه، خاصة لما يمثله من مكانة مهمة باعتباره حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت وأول من أعلن عن تحرير الكويت في الإذاعة. المطرب زين مالك هو من أصول بريطانية، قال في إحدى تصريحاته الصحفية بأنه لا ينتمي للدين الإسلامي كما يعتقد الجميع لكون والديه مسلمون. الفنان اللبناني ملحم بركات عاش حياته بين الإسلام والمسيحية، فهو مسيحي الأصل، تزوج من المطربة صباح، وبعدها تزوج من رندا عزار وهي أم أولاده مجد ووعد وغنوة، وظل متمسكا بديانته حتى تزوج من مي حريري، فأعلن اعتناقه الديانة الإسلامية وعقب انفصالهم ارتد عنها، ثم عاود الإشهار مرة أخرى حتى يتزوجها، وهكذا أشهر إسلامه مرتين، الأولى في سوريا والثانية في لبنان، ولكنه مات على المسيحية. اليوتيوبر المصري شادي سرور فقد أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي بعد فترة كبيرة من انسحابه للفيديوهات عبر بوست له على حساباته الخاصة، كتب فيها: مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن، سبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس. الفنان المصري محمود اليندي مر بمرحلة من الشك الديني التي وصفها هو بفترة التمرد، موضحا أن المكتبة التي كانت بمنزله كانت مليئة في هذه الفترة بكتب تحفز على الإلحاد. وكان محمود اليندي صرح من قبل في إحدى لقاءاته التلفزيونية أنه ابتعد في فترة من حياته عن الله وبدأ يشك في ثوابت الدين، وقال أن ابتعاده عن الله كان بسبب كتاب حروب دولة الرسول، فهذا الكتاب جعله يشك في الأحاديث النبوية وفي السيرة. وفي عام 2001 تعرض منزل آل جندي لحريق هائل تسبب في حريق مكتبته ووفاة زوجته، وهذا الحادث تسبب في عودته عن قرار الإلحاد. الفنانة المصرية دنيا مسعود ظهرت الفنانة الشابة دنيا مسعود بوشم على ظهرها مثير للجدل مكتوب عليه خصومة قلبي مع الله، وهو اقتباس من قصيدة للشاعر أمل دنجل، وتعمدت تسليط الضوء على الوشم، والذي أشعل غضب جمهورها، وتعرضت الفنانة الشابة
وقتها لسيل من الانتقادات، حيث وجه لها البعض أنها ألحدت ولم تعلق على ذلك. الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى الذي استهزئ بكتاب الله وظل يحرف في القرآن الكريم مباشر على شاشة التلفزيون، حتى أن معظم الناس قالوا عنه أنه ملحد ولا ينتمي للإسلام بشيء. المخرجة المصرية إيناس الدغيدي قالت في برنامج أنها في المنام كلمت ربنا وقالت له إن في حاجات كتير في الأديان مش مقتنعة بيها، وإن أنا مش مصدقة كلام الأنبياء. المؤلف الجزائري رشيد بوجدرة خلال إحدى الحوارات التلفزيونية على قناة الشروق الجزائرية قال عن الإلحاد بشكل نهائي وعدم إيمانه بأي ديانة أنزلت، وقال إن الإلحاد عبارة عن مسألة شخصية. الفنانة أنجلينا جولي أعلنت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي إلحادها في عام 2000 بعدما قالت في إحدى تصريحاتها الصحفية: بالنسبة لي لا حاجة لأن يكون هناك إله. الفنان براد بيت في عام 2009 قال النجم العالمي أنه ملحد بنسبة 20% ولا يدري بوجود إله بنسبة 80%، ولا يعتقد حقا أن أحد يعرف ذلك عن ظهر قلب. فاطمة نعود هي شاعرة وكاتبة صحفية مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في 18 سبتمبر 1964، وعرف عنها أنها ملحدة. نوال السعداوي هي طبيبة ومفكرة وروائية مصرية، في عام 1955 اشتغلت طبيبة في مستشفى القصر العيني، لكن تم فصلها بسبب أفكارها وكتاباتها عن الإسلام، واتهمت بإهانة الأديان. انتهى الفيديو، شكرا لاستماعكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.